كما رأينا تحكم كامل بكاميرا الموبايل، تستطيع أن تحدد متى تستخدمها ومتى لا تستخدمها أفضل من كاميرا. السلام عليكم، راح نتعلم اليوم كيفية ربط جهاز الموبايل الخاص بك على جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب واستخدامه ككاميرا أو ويب كام. شنو الفائدة؟ الفائدة الأولى، بعض الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر الديسكتوب ما بيها كاميرا، فهذا راح يقلص عليك الكلفة، ما راح تحتاج تشتري كاميرا. أما بالنسبة لللابتوبات اللي أصلا بيها كاميرا، راح نستفاد بمسألتين. المسألة الأولى هي إضافة جودة أفضل، لأن بدنا نستخدم إحنا كاميرا الموبايل اللي هي تكون عالية الدقة أغلب الأحيان، وفي أغلب الأحيان أو كل الأحيان هي أفضل من الكاميرا اللي موجودة على اللابتوب. والأمر الثاني واللي هو أني أشوفه أهم، بأن السيطرة على موضوع الخصوصية، لأنه نعرف كل زين أكو برامج عديدة تستخدم الكاميرا وشغل الكاميرا بدون علمك. لذلك أنت لما حتنصب أو تشتغل على الموبايل حتكون عندك السيطرة الكاملة، وحتعرف شو وقت شغل الكاميرا ومنو شغلها. الموضوع كلش سهل، نحتاج إلى برنامج أو طرف ثالث، ويوجد برامج عديدة. اختاريت لكم برنامج أو سيرفر اسمه كامو. نحتاج ننزل البرنامج على الويندوز، وراح نتبع الخطوات سوية. هنا تترك إيميلك، ورا ما تترك إيميلك راح يبعثوا لك إيميل، وانت عن طريق الإيميل يدزوا لك دعوة وممكن تنزل البرنامج. بعد أن تترك إيميلك راح تجيك دعوة على الإيميل، مثل ما نشوف الآن اجتني دعوة على الإيميل، أقول go to download، أقدر أحط باسورد وأسوي حساب، وأقدر أقول له مباشرة سوي لي داونلود، بدأت عملية التحميل. أذهب إلى مجلد التحميلات، راح ألقيه موجود، وبعد ذلك دبل كليك عليه، أقول له accept، أقول له أبدأ عملية التثبيت. تمام، نقول له فينش. الآن أذهب إلى الديسكتوب أو سطح المكتب وأشوف ظهر لي هذا الأيقون، أدوس مرتين مثل ما نشوف طلعت لنا هذه الشاشة. الآن انتهى الجزء اللي يخص التثبيت على الكمبيوتر. أذهب الآن إلى الجزء اللي يخص الموبايل. أولا أربط الموبايل بالحاسبة عن طريق كيبل، وهذا الكيبل انتبه الى مسألة مهمة، يجب ان يكون داتا كيبل وليس فقط يعني للشحن. كيبلات الموبايل بها نوعتين، اكو انواع فقط تشحن واكو انواع قابلة على نقل البيانات، فلازم انتبه بانه يكون هذا الكيبل لنقل البيانات ايضا وليس فقط للشحن. الان كما يظهر في الصورة نذهب الى جوجل بلاي ونبحث عن كامو، راح نجد هذا التطبيق. أنا ثبته، فتكون اللي عليك راح تثبته أولا وبعد ذلك تفتحه، وراح تلقى أيضا في خانة البرامج بعد أن تنزله. نذهب مباشرة إلى settings اللي خاصة بالموبايل، ومثل ما نشوف في هذا المكان للبحث ممكن نكتب فقط build build، أو تكتب هذه الكلمة راح يدور لك، دور على فشي اسمه build number، طلع لك هذه القائمة، تدور على كلمة build number وتضغط 7 مرات بشكل سريع حتى يفعل لك developer options. أرجع على نفس القائمة أدور على كلمة developer dev وأنتظر خليه يدور لي هذا حتى يفعل لي الكيبل الديبوغينج مالته. تمام، أنزل أدور على فشي اسمه developer options، هياته أضغط عليه. الآن طلعت لي خيارات المبرمج بأنه أعرف أنه أنت مطور، تنزل على فشي اسمه USB Debugging أفعله، يطلب منك التأكيد، تتأكد بأنه الكيبل مربوط بشكل صحيح والبرنامج مشتغل بالحاسبة، تقول له موافق. هذا خيار تختار كيفك الخاصية تعجبك، بعدين تضغط OK. بعد ذلك ترجع إلى قائمة البرامج، نرجع نشغل البرنامج مالتنا اللي هو هذا موجود شغلنا. نعم، الآن كما نرى بأنه البرنامج اشتغل على الموبايل وأيضا اشتغل على الحاسبة في نفس الوقت. مثل ما نشوف هاي الواجهة اللي خاصة بالحاسبة، منها عندنا تقريبا تحكم شبه كامل على
الكاميرا. ففي هذا الجزء هذا اسم الكاميرا مالتك، منه تقدر تقرب وتبعد الصورة حسب انت اللي تريدها. افضل شيء هو اللي احنا مستخدمين اللي هو 50%. من انا ايضا هذا المود يبقى كما هو. في هذا الخيار اللينس اللي هو العدسة، تختار العدسة الخلفية او الامامية. الان احنا دا نشتغل على العدسة الامامية، نغير الى العدسة الخلفية. مثل ما نشوف الان تغيرت الصورة الى العدسة الخلفية. طبعا هكذا صورة مستحيل تحصل عليها في كاميرا اللابتوب. بالاضافة الى ذلك من انا تقدر تغير الريزوليوشن. مثلا نغير الريزوليوشن، انا كنت حاطه على اعلى شيء اللي هو هذا، نشوف مباشرة بانه الريزوليوشن اتغير. وكذلك ايضا من هنا تتحكم عندك بالاوديو، الاوديو اللي هو الصوت. وايضا من هنا تقدر تقلب الصورة، صارت اليمين يسار واليسار يمين. بالاضافة الى تقدر من هنا ايضا تقلبها حسب الزاوية اللي انت تريدها. والموضوع الأهم من هذا كله اللي هو الزوم. مثلا نسوي زوم، وبعد ذلك أضغط فوكس مثلا وأركز على المكان اللي أريده. مثلا نشوف الساعة، الساعة ما يقارب الآن 11، وأيضا كما ترون في الجهاز الكمبيوتر أيضا الساعة 11. كذلك الزوم يعني تستخدم كل إمكانيات الهاتف. على الاتجاه اليمين منا نستطيع نتحكم ايضا بالالوان والسيطرة على الوايت بالانس. مثلا مثل ما نشوف نقدر منا نتحكم بالصورة مثل ما نريد، نقلب الصورة مثلا. منا نتحكم ايضا بالبياض، بياض الصورة نخليه كما هو. وايضا منا حدة الصورة او الالوان اللي انت تستخدمها، وهكذا. هذه الخيارات الاخرى اللي انت تحب تغير بها. نشوف وهكذا. الآن لو حبينا نجرب على سبيل المثال على أحد البرامج اللي يمكن استخدامها للاجتماعات أو للتواصل الاجتماعي، وليكن برنامج سكايب، فقط عليك أن تذهب إلى الخيارات، وبعد ذلك راح تذهب إلى الأوديو والفيديو. راح تجد مباشرة بأن الكاميرا اشتغلت بدون أي مشكلة. كما رأينا تحكم كامل بكاميرا الموبايل، تستطيع أن تحدد متى تستخدمها ومتى لا تستخدمها أفضل من كاميرا اللابتوب. هذا هو درسنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكونون قد استفاديتم منه، وإلى لقاء في درس قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.